استاذ ممدوح عبد القادر مدير اداري للنادي شباك النهارده، كنرد على النتيجه. والله الحمد لله، يعني هي مباراه نقدر نقول عليها مباراه متوسطه المستوى. نادي سوهاج ادى مباراه طيبه، ونادي شبان قنا يعني الظروف اللي بيمر بيها من وفاه المدير الفني ونقص بعض اللعيبه، والحمد لله على كل حال بنقول نادي سوهاج الف مبروك، وان شاء الله باذن الله في التصفيه يكون احسن من كده. شكرا لحضرتك. الف شكر يا كابتن.